نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الحديقة النباتية في أسوان استقبلت حوالي 1475 زائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كمان انطلاق بطولة نادي زفت الرياضي الأولى للشطرنج. كمان معانا الرعاية الصحية في محافظة الأقصر استقبلت 10,000 حالة طوارئ في عيد الأضحى، كمان حاليا في تكثيف لأعمال الرش بالحدائق والمنتزهات لمقاومة البعوض والحشرات، وده في محافظة الدقهلية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان استقبلت 1475 زائر من الزوار المصريين والسائحين الأجانب خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وبتعد الحديقة النباتية الاستوائية من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان سواء للمصريين أو السائحين الأجانب، وبتضم حوالي 720 نوع من النباتات والأشجار الاستوائية النادرة على مستوى العالم. أول بطولة دولية للشطرنج في نادي زفت الرياضي انطلقت بمشاركة 150 لاعب من مختلف محافظات مصر إلى جانب بعض اللاعبين من دول العالم، وحيث تعتبر هذه البطولة فرصة للمحترفين والهواة على حد سواء للتنافس وتبادل الخبرات في هذه اللعبة الفكرية الاستراتيجية، وبتقام بنظام الشطرنج السريع. زار مدينة سانت كاترين عدد من السائحين والزائرين المصريين في ختام أجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبلت سانت كاترين 317 سائح وزائر من بينهم 87 من المصريين و230 أجنبي بيمثلوا دول أسبانيا وتشيلي وفرنسا وروسيا والمجر والهند واليونان وبلغاريا وإيطاليا وإنجلترا. هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر أعلنت أنه خلال رفعها درجة استعداد القصوى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك خاصة بالأقسام الحرجة والطارئة، استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ما يقرب من 10,000 مواطن داخل أقسام الطوارئ والاستقبال المختلفة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر. نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض حملات مقاومة البعوض والحشرات، ده بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقاً لخطة موضوعة مسبقاً لمنع والحد من انتشار الأمراض وضرورة إزالة القمامة والرش بعد جمع القمامة بجميع المراكز، وأيضاً رش البرك والمستنقعات مع ضرورة إزالة المياه الراكدة. مدينة مرسى مطروح أكدت أن مسؤولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي لكورنيش الأبيض أمام رواد شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة أمس الجمعة لمنعهم من نزول البحر لوجود حالة من عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب، والتنبيه على ضيوف المدينة من عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات فقط والتقاط الصور التذكارية وليس للسياحة.